الهيرون يعني هبوط الفاز، يعني واحد فاز ناقص دور باش يكون عندنا لقب ماكرش. الليك دو فاز. اول حاجه هو كان فيريفيو لي صورتي هنا، هذا مزيان نيت في بعض لي زونتري مع بعض ديال لي صورتي. دونك هنايا كنعبر اولا لي زونتري وكنشوفو واش مخرج لنا لي طونسيون مزيان ولا لا. دونك بالنسبة لهادو كان نيت لي عندنا هاد الحالة اللي عندنا، فاش عبرنا لقينا لي طونسيون هنايا في لونتري مزيانين، ولكن في لاسارتي واحد فيهم ما مخرجش هو هذا، راه دابا بدلتو. اذا كنت درت لي ديك لي فاز بثلاثة بهم في هادو في هاد لي بورن هادو. واني فاش عبرت لا كونتينيتي مع هذا بالبيزار بالميتريكس، لقيت ان هادو مزيانين كيخرجوا، ولكن هذا محروق لداخل اذا ما بقاش كيخرج. لهذا بدلت هاد لافاز، رديتها لهنايا ودرت لا صورتي ديالها هنايا. وفاش درنا امارش خدم مزيان، احنا غادي نشوفو النيت غادي نديرو امارش وغادي تشوفو النتيجة. بسم الله بسم الله من الصبيب هنا خلاص. دونك حيت كيكون عندنا الصبيب ناقص كنقلبو غير واحد جوج، هذا يرجع لهنا وهذا اخر يرجع صافي. وغادي نشوفو الان النتيجة. يو طاح ها الله يسخر. كيفاش جاي القدوس عام راه طاح الارض؟ لا القدوس ها طاح القدوس الارض. البرو زي بالتيدي ديالو.